السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. شكون كان يعتقد فينا على أنه غادي يجي نهار ونسمعوا جزائري أو جزائرية كيقولوا عاش الملك، فيف لو روي، وكيقولوها بخاطرهم وفرحانين بها. وحنا غادي نسمعوا دابا جزائريين، وخصنا قبل كل شيء نعرفوا علاش. فالجزائريين والجزائريات سمحوا مبهرين بصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وقراراته الحكيمة اللي جات في خدمة الشعب المغربي، وخاصة القرار الأخير اللي أعطى أمره باش تنخفض تذاكر ديال الطيارات باش يعودوا أفراد الجالية المغربية ويسهلوا لهم الأمور باش يرجعوا، لأنه هذي شحال من غابوا على الوطن وغابوا على الأهل ديالهم، وأنهم متشوقين باش يجيوا. ومن بعد الجائحة ديال كورونا ومن بعد الشوق ومن بعد مشاكل كثيرة، فبغاو يجيو للمغرب ويصلوا الرحم مع الأهل والأحباب. وطبعا جلالة الملك عطى الأمر ديالو وتمت الاستجابة، وبالفعل الناس جاو بتذاكر بثمن جد جد معقول وفرحانين، وراها التلفزة المغربية أو القنوات المغربية نقلات الارتسامات من أرض الواقع. عشينا فرحانين عايشين في سيدنا اللي دار لنا هاد المبادره الجيده. الله يعيش الملك. هذا نشكروا بزاف ملكنا، الملك هو اللي دار لنا هاد الكادو، الله يجعل ربي يخليه لنا. الحمد لله، والله فرحانين بزاف. والمبادره اللي دارها الملك جلاله الملك حفظه الله، يحفظ الله ونشكره. الحمد لله، سي ابخينا بولا. وطبعا الجزائريين كيقارنوا بين الوضع في المغرب والوضع في الجزائر، بين وضع الجالية المغربية في الخارج وعلاقتها مع الوطن، وكذلك الجالية الجزائرية في الخارج وعلاقتها بالوطن الجزائر. ولقاو راسهم في غبينة، وشافوا بأنه جلالة الملك عطى العطف ديالو وعطى القرار ديالو اللي تم الاستجابة ديالو، وكيشوفوا راسهم يعني مغبونين ومحرومين. وحنا دابا نحاول نسمعوا الاول واحد النموذج ديال الجزائري اللي كيتكلم قرحه وكيقول فيف لو تكون سنول تو لا تو الجيش لا تو لارمي كبير كرش موساج صدان شما اون اي نول ها فيف لو روا تحيا للزوم تحيا لو روا روا شوف لو روا لو روا دي ماروك pour ses enfants pour ses frères pour ses sœurs marocains et marocaines. Voilà ce qu'il a fait. Tu payes moitié du moitié prix. Ils sont une famille. Eh, ils sont 10, ça coûte 500 balles. 50 euros le billet d'avion. Oula, billet d'avion à l'œil. Aïe, 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 chemin. Eh, vous pouvez critiquer maintenant le Maroc. Ils ont mis à l'amende. Ils sont devant nous. Oula, on est nuls. Et d'un hadanamoudage, mais je sais rien. Parce que j'ai dit, je sais rien. Au courant, je vais te dire. Mais je ne sais pas. وكنعرفوا على ان المغرب يعني كانت عنده سياسه حكيمه وكانت عنده اجراءات ذات بعد النظر في التعامل مع كورونا، والمغرب كان سباق لواحد المجموعه من القرارات، ومنها كذلك مساله ديال التلقيح اللي نجح فيها المغرب بشكل كبير، وكان سباق على انه يبدا العمليه ديال التلقيح اللي اعطى انطلاقتها صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله بالتلقيح، انه يخضع للتلقيح. وطبعا هذا عطى طباع جيد لدى كل الدول وخاصه دول المنطقه، وخاصه الجزائر اللي كتقارن راسها دائما مع المغرب، واللي كنعرفوا دائما انه الجزائريين كيتابعوا الحركه النشيطه، الحركه الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه وكل النواحي في المغرب، وكيقارنوها مع الوضعيه ديال الجزائر، وكيشوفوا بانه الجزائر هي مصدره ديال البترول والغاز، يعني هي في الحقيقه هي اللي خصها تكون سباقه لهادشي، هي في الحقيقه اللي خصها تخفض التذاكر ديال الطائرات او ديال وسائل النقل باش تعود الجاليه الجزائريه للجزائر، وكذلك انها تكون سباقه ذات العمليه ديال التلقيح. فكيقارنوا فكيلقاو بان المغرب يعني اقطع اشواط واشعاط واشواط واشواط. اما بالنسبه للمساله ديال التنميه والمساله ديال الاقتصاد، فكيشوفوا على انه المغرب يعني قطع اكثر من شوط، وهذا شيء ايجابي بالنسبه لنا وبالنسبه لقضيتنا، على انه بغينا احنا الجزائريين يشوفوا فعلا التقدم اللي كاين في المغرب والتطور اللي كيشهدوا المغرب، لانه مع الاسف عصابه الجزائر كتحاول ما امكن انها
تغيب الحقيقة على الجزائريين وكتبغي تبينهم بأنه المغرب كيعيش مشاكل كثيرة وبأن الجزائر أحسن بكثير من المغرب، ولكن لما كيعيشوا الواقع وكيحتكوا مع الواقع كيلقاو أن كل شيء كذوب. داك الشيء اللي كتحاول أن عصابة الجزائر تصوروا لهم، وأن المغرب في تقدم وأن المغرب يهتم ويخدم التنمية المغرب وكذلك المواطن الجزائري. الآن نسمعوا الجزائرية اللي كتكلم حتى هي كذلك بقرحة وكتقول لك عاش الملك. علاش تشكري المغرب؟ يرحم باباكم، كيفاش علاه ما نشكرش المغرب؟ شوفوا الملك جلالة الملك، ولا انتم ياك ما تحبوش كيقولوا لجلالة الملك، سيدنا الملك واش دار للجالية المغربية؟ واش دار الجالية المغربية؟ قسما بالله ملي سمعت انا في الاخبار وسمعت باللي شفت كيفاش لقاوهم قرحي تاع الماء، لو تاس داروها دارتو الدولة على حسابها، نقص لهم في ليبيا، كيف حبيتوني ما نشكرش المغرب وما نشكرش سيدنا الملك؟ نقول له سيدنا، نقول له سيدنا. هادو ماشي انا كنت جيت يعني عندنا في الجزائر رئيس كيما هذا ماشي نبوسلو يدو، نبوسلو رجلو، نبوسلو راسو، كيفاش عزز ولاد بلادو دخلهم شغل انت جاي وانت فرحان بلادك احتضناتك، نبوسلو يدو، هذا يستاهل، ماشي غير نبوس اليدين نبوس الرجلين. دخلوا ولادو، هادوك ولادو نقص لهم في البي، دار لهم لو تيست على حسابه، قال لك حتى سمعت قال لك اللي شراو لي بي غاليين راح يرومبورسي لهم. اه وتحبوني كيفاه ما نشكرش الملك وما نشكرش المغرب وما نشكر بلد الحضاره؟ تحضروا تحضروا علينا بزاف بزاف، حنا الجزائريين تمرمدنا تمرمدنا مما جميعو، بلادنا ما نقدروش نجولها. ها يرحم باباك. اذا هذا طبعا مبعث الافتخار والاعتزاز لنا، حنا معتزين مفتخرين بسيدنا الله ينصرو وبالنظام السياسي ديالنا وبالوضع في المغرب والمغرب ديالنا والمؤهلات ديالنا وبالعنصر البشري في المغرب، ولكن لما كنزيدوا نسمعوا الشهاده كنزيدوا نعتزوا ونفتخروا ونتمسكوا اكثر بوطننا وبالتوابيت ديالنا، ونزيدوا نعرفوا بانه لكل ذي نعمه حسود، وان المغرب يعني عنده مؤهلات كبيره، وانه كاين اللي فيما كان صديق كاين العدو، وكاين اللي كيبغي انه يحبط العجله ديال التنميه بالمغرب ويخلق مشاكل للمغرب، ولكن احنا دائما معبئين. وحتى بالنسبه للتواصل انا بغيت نوريكم واحد اللقطه ديال التواصل ما بين جزائري في الخارج وقنصل الجزائر في ديك الدوله، والطريقه باش اولا باش كيتكلم معاهم هو كيتكلم يعني من البالكون، يعني واحد الطريقه علويه يعني الفوق، يعني ما كلفش نفسه انه ينزل عندهم ويتكلم معهم يعني بحوار افقي افقي، ولكن تكلم معهم من الفوق وهما كيحاولوا يسمعوا الصوت ديالهم، ونسمعوا الصوت ديالهم ونشوفوا واش بغاو يوصلوا للمسؤولين الجزائريين، ونشوفوا المعاناه ديال اخواننا الجزائريين، ونذكروا على ان الجزائر تعيش الحراك الشعبي وكذلك تعيش انتخابات اللي قطعها الشعب الجزائري بشكل كبير، وبين رساله للمسؤولين والعصابه الجزائر وكذلك حتى للعالم على انه الشعب الجزائري مستميت وغادي في رغبته في إطاحة بالنظام العسكري اللي مع الأسف ما خدمش الجزائريين. فهذا الشيء كله هي كلها مؤشرات اللي كتبين بأنه الجزائر مع الأسف تعيش في أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية ماشي هذيك في العوض. فاش الجزائر أو عصابة الجزائر أو المسؤولين الجزائريين التفتوا لحل هذه المشاكل هما دائما كيلتفتوا للمغرب وحاضرين المغرب وكيقلبوا غير يخلقوا له مشاكل. إذا نسمعوا الحوار اللي كاين ما بين القنصل وجاليه جزائريه في الخارج. كل الدول عندهم الفياج رخيصين، احنا جزائريين المغاربه يروحوا ب 20 يورو، التوانسه 120 بيا على يورو، احنا ورانا رايحين. شكون هذا اللي يحكي علينا؟ اتقوا الله بالشعب الجزائري، اتقوا الله بالشعب الجزائري. احنا وين ذنوب احنا اللي زيميغري؟ كون شرينا البلاد لارواحنا، بنينا لارواحنا، الماء دخلناه رواحنا، الضوء دينا، ورانا مرفوض عليكم بينا ولادنا. لا الموضوع ينقصوا البي، يا ما ينقصوش البي الطيران تاع الجزائر والله فيها ما نرفو. خلينا نهضرو، اسمح لي، احترامات لكاس الكرسي، يا ما ينقصوش البي، انا واحد والله فيها ما نركب، نركب الطيران تاع الكوال راهم يعاونونا عاد نمشي عيش نركب فيها. ينقصوا البي، كونفينيمون تاع سان جوري ديال عران ديال بي سي ار
سمعا وطاعه نديروها. يخاف رب العالمين على عرسهم يدرسوا فوقنا. علاش؟ اذا مريض نخلص، اذا مريض نخلص، اذا مريض يقعد سيق على راك راضي بالكلام تاعنا، ما نسمحوا لكش. لا هو يبلغ الرساله، يبلغ الرساله. مش خوتي انت تبلغ الرساله برك، انت تبلغ لهم الرساله باللي هذا الشعب ما هوش راضي يعرف هذه بلادنا. ما نسمحش سيدي كونسي، اللي غلطنا في حقك، اللي غلطنا في حقك اسمح لينا. مي الرساله وصلها للعصابه. إذن هذه كلها رسائل لمن يحتاج إلى رسائل. الله يحفظ بلادنا ويحفظ ملكنا ويحفظ مواطنينا. شكرا لتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.